وللمزيد حول تحذيرات مفوضية حقوق الإنسان في البصرة من تداعيات تجاهل ملف انتشار ظاهرة التسول والمخدرات، تنضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام المدير الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في أوروبا حنان عبد اللطيف. أهلا ومرحبا بك أستاذ حنان. أهلا وسهلا أخي، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. ست حنان، مفوضية حقوق الإنسان في البصرة أصدرت تقريرا حذرت فيه من ظاهرة انتشار التسول، ما الذي استدعى المفوضية لإصدار مثل هذا التقرير؟ نعم سيدي الكريم، هذا ليس التقرير الأول الصادر من المفوضية. نعم. فقد أصدرت قبله تقارير يعني منذ الأعوام 2013 وإلى الآن، وحذرت من تنامي ظاهرة التسول بالمحافظة. ونحن اليوم في 2022 ولا زال التسول موجود بل ازداد، خاصة مع ارتفاع نسبة الفقر في المحافظة والعراق عموما. نعم. وارتفاع أيضا نسبة تعاطي المخدرات والبطالة، مما جعل التسول والطفل العراقي يتحمل مسؤوليات عائلته ويخرج للتسول أو لسوق عمل الأطفال، بالرغم من أن العراق يعني وقع على اتفاقية حقوق الطفل التي نصت على حمايته وتوفير الرعاية اللازمة له لنضج الجسدي والنفسي والمعرفي، وحمايته في مجالي السلامة والصحة وتوفير البيئة الصحية لتطوره وتعليمه. وفي حال عدم التزام العراق ببنود اتفاقية حقوق الطفل عليه المثول أمام لجنة حماية الطفل في مجلس حقوق الإنسان واستجوابه، كما أن نجد هناك قصور من منظمة يونامي في تقديم مثل هذه القضايا والظواهر الخطيرة التي يواجهها أطفال العراق، ولا تقوم المنظمة بنقلها بشكل أمين إلى الأمم المتحدة. هل كان هذا الأمر محصور في محافظة البصرة تحديدا أم أنكم رصدتم الظاهرة في محافظات عراقية أخرى؟ لا بالتأكيد لا، مظاهر التسول منتشرة في كل المحافظات، حتى في محافظات إقليم كردستان المعروف أن يعني السكان يعيشون بشكل أفضل من باقي المحافظات، لكن ظاهرة التسول موجودة أيضا هنا في كل مناطق العراق، في كل محافظات العراق. عندما يكون 40% من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر، وهذه النسبة طبعا أعلنتها الأمم المتحدة، أما النسبة الحقيقية فهي أكيد أعلى بكثير، سترتفع أعداد المتسولين. ولا ننسى أيضا أن هناك مافيات للتسول تقوم بخطف الأطفال وتنشرهم في شوارع العراق. يعني يوم أمس صادفت أنه اتصلت بإحدى قريباتي في البصرة التي أكدت لي عودة الجرائم إلى البصرة والخطف والقتل والسرقة، وهناك عدم انتشار الجريمة في البصرة عادت من جديد مع أداء حكومي ضعيف وانتشار لنفوذ الميليشيات المتورطة في هذه الجرائم. طيب ما الأسباب المباشرة وغير المباشرة للظاهرة، لا سيما وأن تقرير المفوضية ربطه بالمخدرات تعاطيا واتجارا؟ نعم، ليس المخدرات وحدها هي السبب في انتشار ظاهرة التسول. نعم. مع ارتفاع طبعا نسب الفقر والبطالة والجريمة المنظمة وانتشار الميليشيات وانعدام الأمن واليتم وفقدان أحد الأبوين أو كلاهما بسبب العمليات العسكرية، وانتشار وانعدام الأمن وضعف أجهزة الدولة، كل هذه الأسباب أدت لتنامي ظاهرة التسول ونزوح العوائل بسبب العمليات العسكرية. نعم. وإهمال الدولة في معالجة هذه الظواهر والقضاء عليها من خلال تحسين الوضع المعيشي للأسر العراقية أو إطلاق برامج تطوير وتدريب للمشاريع الصغيرة. نعم. مما يساعد المواطن في تقليل نسب البطالة والفقر، كل هذه عوامل أخرى إضافة إلى المخدرات أدت إلى تنامي ظاهرة التسول. المنظمات المعنية بالأطفال وحقوقهم هل تتواصل مع الجهات المعنية لمساعدة الأطفال للخروج من الأزمة التي دفعتهم لها سياسات اقتصادية أثرت بشكل مباشر على المجتمع؟ نعم،
بالنسبة لمنظمة يونيسف فهي تؤكد على تحسين وضع الأطفال في العراق وتوفير الحماية لهم في كل تقاريرها الدورية والاستثنائية التي تصدر بخصوص العراق، كما تقدم برامج تدريب ومقترحات إلى الحكومة العراقية لتحسين وضع الأطفال. وقبل عدة أعوام قدمت منظمة يونيسف عرض لحكومة البصرة بتأهيل وتأسيس مبنى كامل لرعاية الأطفال المشردين، لكن حكومات البصرة المتعاقبة لم تتعاون مع هذا المقترح بحجة عدم توفر المكان، إضافة إلى تقديم دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا واستراليا تبرعات إلى الحكومة العراقية لاستخدامها في القضاء على مثل هذه الظواهر وتحسين الوضع المعيشي للأطفال والنساء، لكن بسبب الفساد المالي والإداري لا يستفيد العراقيون من هذه المساعدات. هذه الظاهرة التي تتفاقم سنة بعد أخرى، من المسؤول عن تزايدها حتى بات المجتمع يعاني منها بهذا الشكل؟ بالتأكيد الحكومات العراقية المتعاقبة والأحزاب الفاسدة التي سرقت كل ثروات البلد وحولته إلى بلد مدمر في كل المجالات الصناعية والزراعية والتعليمية والصحية والثقافية. يعني بلد ميزانيته لعام 2021 كانت 90 مليار دولار ويعد من أغنى بلدان العالم، يعني معقول يأن أهله وأطفاله من الفقر والجوع والحرمان؟ وطبعا هذا ونظام الملالي أيضا له يد في هذه الظواهر وفي هذه الأوجاع التي يعاني منها المواطن العراقي. فنظام ملالي متحكم بالعراق وهو الداعم لأحزاب السلطة الفاسدة التي تنفذ أجندته لتحويل العراق إلى بلد مدمر متأخر. السيدة حناء عبد اللطيف، المديرة الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من أمستردام، شكرا جزيلا لك.